السلام عليكم. بقول لكم سبحانية البنت الكويتية. هذا واحد سعودي قديما كانوا من قديما كانوا شبابنا يروحون للكويت يسجلون الشرطة الداخلية. راح واحد يمكن تقريبا من 60 سنة أو 55 سنة، راح سجل بالكويت، سجل شرطي. يوم سجل شرطي قبل ما شاء الله تبارك الله ودخل بالسلك العسكري مع إجازته الأسبوعية، يطلع للشوارع الكويت وحاراته، وتعرف به أبوه أكل الحين الكويت به مقاهي وبه محلات يقعدون به الشباب. أعجب البنت مرة تروح وتجي، كانت بعد عبايتهم على الرأس بس إنه ما يتغطى. أعجب البنت مرة، أعجبه وهي حست إنه معجب به وبادلته المودة. راحت وقالت لأمه، قالت أمه في واحد سعودي عسكري مسجل بالسلك العسكري وإنه كأنه يبين. قالت أمه تقدم. طبعا قابل الأم قال إني أنا بالبنت وإني أنا ودي أتزوج وأنا وحيد هنا بالكويت ولا لي أحد، كل أهلي بالسعودية ومن هالكلام. قالت أمه أبد، لما إنك جمعت روحك أو جمعت تقدر عليه وفتحت البيت أبد، بنتي أبد لك، ما أنا بلاقيت أنا أفضل منك وأبرك منك. فرح الوليد، يوم فرح وبعد يجي يبدأ يناظر يشوف البنت كل ما فما فا، لأن البنت تروح تودي الظاهر إنها تودي أخوتها للمدرسة ترجع، ما أدري عاد هي تودي أخوتها للقراي وترجع، هي تروح مشوارها رايح جاي تشوف هالشاب. سبحان الله العظيم صار مرة قال الحين ما دام انه موت، قالت هي انا موت، قالت ما دام انه موت وافقت على الزواج يعني الحمد لله، يعني اكون يعني ان شاء الله اني ضامنت وانت ضامنتا. قالت والله يخلينا بعض، بدا يقول لها من الكلام المعسول والكلام الحلو، ونسنتي لي والله لا يخلين ولا انا مخليت ولا او مداوي وعده له يوم وياخذ حاجته وتنهب. احنا ما وصلنا لهالدرجة، ما ودنا نوصل لهالدرجة. قالت اسم زوجتي، قالت من بزوجك ما كتبنا شيء ولا شيء ابد، تروح تقول لامه، تروح لامه تجي لامه. قالت شلون سويت؟ قال والله يعني انا يعني انها زوجتي. قالت هي بس ما كتب ولا علم نبوه ولا شيء ابد، شلون تسوي هالحركة؟ مي بزين وبنتي الحين وشلون؟ قال لا ابد ما علي بنت ان شاء الله زوجتي ابد ما عليت. يوم اخذت البنت شهر يوم تبين حمله، بعد منعته ترى امها تطلع، قالت لا ما تطلع ولا تروح ولا تجي، يبي يتسجن يتمم الزواج وياخذ. يوم تمت شهر البنت وشهر وشوي يبين حمل، تجي لام امها قالت امها شكلي حامل، كما بنت صغير بعد عمره يمكن 16 او 9، قالت امها شكلي حامل. قالت وشو؟ قالت شكلي حامل. وتضربهم وتزعل عاليه وتهوش، مو بيدي يمه غصب علي ولعب على بلسان الكلام الحلو وقضينا، وش اسوي بهالمشكله؟ راحوا قالوا لابوه، لابوه دق البنت ودق الام، راحوا نادوا الولد، ابوه نادى الولد قال الحين انت جيت بنتي بدون ما ادري، حتى ما دريت انك خاطبه من امه. وابوه كان يغيب بالغوص يروح يبطي يقعد له بس 6 اشهر 4 اشهر، ولا مسؤولة عن كل شيء. الحين هالولد اللي ببطنه ذا لازم تعترف به، لازم تعترف به. سمعت؟ قال لي ما قال لي خالف، انا معترف به، انا ما قلت شيء وما ادري، انا ما عييت، انا من يوم قالت لي المؤمر انك انا حامل رضيت. قال لي قال لي بس بقول لهالي عشان يجون يحضرون الزواج. قال كيفك؟ راح لهالو وقال له، يوم ضربوها هالو قالوا بنت عمك، يقولوا ابوها ما ادري بنت خالك، ولا نبيك تاخذ من هناك، وبلج عليه صج. وراحوا وياه قلبوا، الظاهر انه راح، لا قال له ولا تروح للدوام افصل. وشلون يبوه والبنت ذي احبه وتحبه وحامل منه؟ قال اقول لك ولا تطب الكويت. عي عليه ابوه، دارية البنت وامه وابوه ان ابوه عي الزواج منه وعي عليه يداوم هناك، قال ولا تداوم هناك.
فصلوا من العمل يعني. قاموا جو للسعودية وجو لهم عاد عارفين المنطقة. قالت لهم قايلين هو ديرة محل الرياض بالمنسنة الفلاني بالموقع الفلاني، وعرفت ان العائلة اسمها. جو وصلوهم يوم طقوا الباب قالوا قال مين؟ قالوا حنا اهل البنت اللي ولدك يبي ياخذه وهجخ الله ولا اعترف بكم. قالوا بس بنتنا حامل من ولدك. قال ولا اعترف بكم ولا شيء ابد. انقهرت البنيه بدت تصيح. قالت لهم ام البنيه الله يحرق قلبك مثل ما حرق قلبي وقلب بنيتي. قال اقول لها يلا زوجيكم. بدا يسب عليهم يعني انهم انتم مخانيف وانتم بين بنتكم. شالت بنيته وبيهم وراحوا للكويت. رد الله وجابت بنيه. ارسلوا لهم قالوا ترى جابت بنت. اي يوم قعد يومين عقب دعاه. يوم قعد يومين ويسوي ولده حادث. اللي كان عسكري بالكويت سوى حادث. سوى ولده حادث وغدا تقلب حامي كله. والله يقولون ان ما عرفوا شكله لا السياره ولا الاوراق اللي معه ما عرفوا. ويفتشون ينظرون ويبدا يصيح له. وتذكر دعوه الم الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي على بنيتي. ويحقد زياده تحسبونه ترى راجع قال اني ظلمتهم وليدي ظلمهم. قال والله لا انتقم منه. جابت بني عقب 9 اشهر. قال باخذه. قالوا لا نسنا الحين انتم ما اعترفتوا به ولا شيء ابد. سبحان الله العظيم. قال شو اسمه؟ قال يوم تمت البنت 7 سنين. قال بنتنا انا ابي بنتي تربى عندي. الحينك ما اعترفت به شلون تصير بنتك؟ قال ابي بنتي خلاص بنتي قضت من حضانه ابيه. ويحاول منه ويحاول منه من اول ما لهم تسلمه الحريم ولا الامهات ولا شيء ابد. قال الشيخ من حقه هذه بنته من حقه يربيها. قام وخذ البنت عمرها 7 سنين. يوم اخذها وذوقها انواع العذاب ضرب تجويع تخدمهم تركض منه ومنه ما تدش تزين. قالت وعماته حتى بدأ يضغطن عليها وجدته بدأت تضغط عليها. وما شاء الله تبارك الله البنت ما تدرش تبدي تشتغل بالبيت تقل حمار وهي عمرها 7. ويا ويلها لا تقول لا او تقول اه او تلعب تضرب ومتساوي وغربيه لكسفه وبيا حول. يوم ذا وعماته حتى تستفزع بعماته جذعات قالت شوفوا يعني ترحمون. قال ابونا يضربنا ما لنا دخل. بس ينومونه عند تحت الدرجة جدعين علي خلق قديم تنام تحت الدرجة من حول ورقة لازم يهوشها ويقول له كلمة شين يا بنتز يعني تعرفون عاد. سمعوا كل رايحة جاية هذه سلمة اسمها الأصل أي الزبدة شو اسمه بدو ذاك تمات الجد وهي صارت عمرها البنية 13 اي لا استغفر الله صار عمرها البنية 14 وزوجها شايب. تالت بالعذاب لمين وانتم بكرام جتها الدورة. يوم جتها الدورة ويبدين يحنن علي عماته ما تعرف هي ولا تدبر ويحنن عليها. يبدا يقولين لا لبست كذا ولا تلبسين كذا ولا تفسخين كذا يعلمنه لا اله الا الله. لمين بدت تعرف البنية وشلون تنظف وشلون تحافظ على صحته وشلون. يوم صار عمر البنية 14 وزوجها شايب جدة كله بيحاقرن امه وحاقرن جدته وجدة. مال جدة وجدته ماتوا امه هي الموجودة. تاخذك الشايب مو عمرتين سبحان الله العظيم. هالشايب ذا ما هو بعيش معهم يعني يروح اللي عذر له مرعى وله ابل وروح مو بيقعد بس انه لا جاء كب عندهم هالخيرات وراح. تقول هو مش هو مو ما في كلام حلو ولا في كلام انشين وحنون عليه بس ما يعرف يتعامل. يعني جيبي غداي ابى انام لا تطلعون لا تقول مره يعني بس انه اهو من بيت جدي اللي سامون سوم العذاب متساوي وضرب وصبخ ولبخ وحسر وبي. ويا ربي لك الحمد لك الشكر اللي افتكيت منهم حتى لو ان الرجل شايب ومو عمرتين وكلنا ساكنين بنفس البيت الا انه اشوى شوي من بيت جدي.
تقول انا اروح لو بيت اهلي باب الكويت ما اقول لا امي ولا ادري وينه. تقولوا هنا خلاص عرفت اني مالي حيله. تقول سبحان الله العظيم واجيب منه بنيات، ام جبت 6 بنيات وتوفى. وحين ابناء الحريم ذي الكويتيه تتكلم تحدث عن نفسها تقول الحمد لله بنياتي الحين ثنتين عندي بلدي ابي خلصنا الجامعه، واربع ما شاء الله موظفات ومتزوجات، وانا تراي بنعمه. وهذه قصتي، هذه قصه قلتها لكم ان شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.